صباح الخير مرة أخرى ألكساندرا، وصباح الخير لارا، وصباح الخير لكافة مشاهدي ومتابعي برنامج يوم جديد. نتواجد في أقدم مسجد في المملكة، داخل أقدم مسجد في المملكة، وهو مسجد عجلون التاريخي وسط مدينة عجلون. ويعني لتسليط الضوء على هذا المسجد وعلى العديد من المقامات و الأضرحة في محافظة عجلون للتعرف عليها من خلال مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور أحمد الصمادي. صباح الخير، الله يعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسعد الله صباحكم جميعا أخي العزيز أبا هيثم والأخوات في الاستوديو وجميع فريق يوم جديد في التلفزيون الأردني. نتوجه جزيل الشكر في بداية هذا اللقاء لهذا الفريق لإطلالة هذا الصباح على أهم نشاطات وبرامج مديرية أوقاف محافظة عجلون في هذه الفترة التي أقبلت علينا. حقيقة أخي أبا هيثم، مديرية أوقاف محافظة عجلون تقوم بالإشراف على 236 مسجد، ومن أهم هذه المساجد والذي يعتبر المسجد الجامع في محافظة عجلون هو مسجد عجلون الذي نقف فيه. تاريخ بناء هذا المسجد 645 ميلادي، وهذا المسجد حقيقة له دور هام جدا، حيث أن هذا المسجد لقي عناية خاصة من العائلة الهاشمية، سواء جلالة الملك طيب الله ثراه الملك الحسين الراحل أو من خلال جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث تم إعادة ترميم هذا المسجد وإعادة صيانة مرافق هذا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا المسجد نقوم بتفعيل دوره، لأن هذا المسجد يوجد في وسط محافظة عجلون، وبطبيعة الحال لتواجد الدوائر الحكومية وقدوم معظم أهالي محافظة عجلون إلى مركز المحافظة، فهو يستقبل مئات المرتادين لهذا المسجد. فبفضل الله تبارك وتعالى ومن خلال توجيهات معالي الوزير وعطوفة الأمين العام نقوم بعمل برامج في هذا المسجد. من أهم هذه البرامج هو حلقات تعليم القرآن الكريم، حيث يوجد دار قرآن نموذجية في هذا المسجد، وأيضا دروس الوعظ في هذا المسجد، وكرسي الإفتاء، حيث هنالك تعاون بين مديرية أوقاف محافظة عجلون وبين دائرة الإفتاء من خلال مكتب إفتاء محافظة عجلون، حيث يقوم مفتي عجلون بإعطاء دروس وعظ وأيضا دروس فتية في هذا المسجد. ولا يقتصر هذا الأمر فقط على الأيام العادية، ولكن في شهر رمضان يكون هنالك جهد مضاعف من خلال إقامة المجالس العلمية الهاشمية على غرار المجالس التي تقام برعاية ملكية سامية في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله، ومن ثم تنطلق المجالس هذه في مختلف مناطق المملكة في مديريات أوقاف المملكة، ويكون المركز الأساسي لإقامة هذه المجالس العلمية في هذا المسجد. أيضا نحن على مشيئة الله تبارك وتعالى على أبواب استقبال الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وهذا شهر الخيرات والبركات، شهر القيام وشهر الصيام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا رمضان وأن ندرك شهر رمضان. وضعت مديرية أوقاف محافظة عجلون برنامج لهذا الشهر، بداية بتوجيه جميع موظفو المديرية من الأئمة المؤذنين إلى مضاعفة الجهد في العناية في المساجد لعمل الصيانة اللازمة، وأيضا لتهيئة بيوت الله سبحانه وتعالى لاستقبال ضيوف الرحمن، ومن خلال نظافة هذه المساجد وإصلاح وصيانة هذه المساجد، وأيضا من خلال توفير أئمة لجميع المساجد في هذه المحافظة، سواء كانوا الأئمة الرسميين في المساجد أو من خلال تغطية النقص الموجود لبعض المساجد من حيث تكليف أئمة، وهؤلاء الأئمة يقوموا على إمامة المسلمين في صلاة العشاء والتراويح في هذا الشهر الفضيل. ونمشي على خط متوازي أيضا، من خلال بأنه كما أن هنالك اهتمام بالشعائر الدينية والعبادات التي يؤديها هذا المسلم، أيضا هنالك خط متوازي من خلال التكافل الاجتماعي، حيث أن هنالك في مديرية أوقاف محافظة عجلون مكتب زكاة عجلون، وهذا المكتب يتبع له 5 لجان للزكاة. هذه اللجان تقوم على
تلمس احتياجات ذوي الحاجة في مختلف مناطق المحافظة وتقديم ومد يد العون المساعدة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية، لكي نستشعر استشعار حقيقي بأن إذا كانت هذه الفريضة يقوم المسلم بأداء هذه الفريضة امتثال لأمر الله عز وجل وتعبدا ولله تبارك وتعالى. فهنالك من لا يجد ما يسد به رمق الجوع والعطش، فلابد أن نستشعر الاستشعار الحقيقي والروحي لهذه العبادة، أن يستشعر الأغنياء بالفقراء بتقديم يد العون المساعدة لفقراء المسلمين. يعني الله يعطيك العافية، ما شاء الله، يعني أجبت على معظم ما يدور في خاطري من أسئلة، لكن بقي يعني لابد من العودة إلى تاريخ هذا المسجد و يعني القيمة التاريخية والدينية لهذا المسجد وللعديد من الأضرحة في أو المواقع الدينية في التاريخية في محافظة عجلون. وهل هناك لديكم معلومات عن مواقع يعني قديمة يعني غير ظاهرة للعيان مثلا كمواقع تاريخية أثرية دينية؟ كما تفضلت أخي أبو هيثم، بالنسبة لهذا المسجد هو يعتبر أقدم مسجد في المملكة، هو في العهد الأيوبي، ويوجد هنالك أيضا ارتباط في بعض المقامات الموجودة في هذا في هذه المحافظة في هذه المنطقة، حيث يوجد مقام البعاج بالقرب من هذا المسجد، ويوجد مقام الشيخ المومني علي المومني في بلدة عين جنة، ويوجد أيضا مسجد الاستبل الأثري، وهذا المسجد الاستبل الأثري يقال بأنه أنقاض لمسجد أموي وأقيم على أثاره المسجد حديثا. شكرا، الله يعطيك العافية. كان معنا مدير أوقاف محافظة عجلون، وكنا داخل مسجد عجلون التاريخي، وللحديث عن تاريخ هذا المسجد وعن استعدادات مديرية أوقاف محافظة عجلون للشهر الفضيل. نعود إليكم زميلاتي في الاستوديو برنامج يوم جديد لاستكمال باقي فقرات البرنامج.